التظاهرات في كردستان العراق وتحديدا في محافظة السليمانية تتسع رقعتها يوما بعد آخر في أكثر من قطاع احتجاجا على تفاقم أزمة الرواتب بسبب استمرار الخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد. فمنذ 45 يوما لم يتقاضى موظفو القطاع العام في دوائر كردستان العراق رواتبهم الشهرية، فضلا عن عدم تلقيهم أي رواتب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في ظل إضرابات متواصلة للمعلمين منذ انطلاق العام الدراسي الحالي أواسط أيلول الماضي، مشترطين صرفا فوريا للرواتب وإعادة العمل بنظام الترقية المعلق منذ سنوات، وتعيين ما يعرف بالمحاضرين المجانيين على الملاك الحكومي الدائم للاستجابة لدعوات تعليق الإضراب. وتتهم كردستان العراق حكومة السودان ومن خلفها من قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران بالعمل على تقويض كردستان العراق من خلال إجراءات وقرارات وصفت من قبل مسؤولي أربيل بغير الدستورية، ومنها إطلاق حصتهم في الموازنة العامة للدولة، في حين تقول حكومة السودان أن أربيل لم تفي بالتزاماتها المالية وتسلم ما بذمتها من أموال صادرات النفط. اللجنة المالية النيابية كشفت عن تشكيل لجنة خاصة بغية متابعة إطلاق مستحقات أربيل المالية بصورة عاجلة، مبينة أن اللجنة ستقوم بالمتابعة ورفع تقرير بشأن إجراءات وزارة المالية في بغداد ومدى وفاء أربيل بالتزاماتها المالية، لكن أي تطور لم يحصل في هذا الصدد. واقع الحال في محافظة السليمانية يشي بوضوح لاستمرار موظفي قطاع التعليم وبقية القطاعات الأخرى بالتظاهر للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر عديدة، وسط عجز بغداد وأربيل عن حل الأزمة جذريا والاكتفاء بحلول مؤقتة وترقيعية تكشف عن صراع جوهري مستمر يلقي بظلاله على حياة العراقيين ويزيد من حزمة الأزمات التي يتعرضون لها.